الامام الصادق عنده كلمه اسمعوها جيدا يقول ان المراه يحتاج في منزله وعياله الى ثلاث خلال شخص في بيته يحتاج الى ثلاث اشياء الى ثلاث اشياء ثلاث خلال يتكلفها يتكلف يعني يصنعها ثلاث اشياء تصنعها انت في بيتك تصنع هذه الاشياء الثلاثه وإن لم يكن في طبعه ذلك يعني يصنعها أنا عصبي بس في البيت ومع عيالي أتصنع الهدوء أتصنع الحلم والتحلم يقول إن المرأة يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خصال يتكلفها يتكلف يعني يصنعها وإن لم يكن في طبعه ذلك الأولى معاشرة جميلة وسعة بتقدير، سعة يعني أوسع على عيالي ولكن بتقدير يعني بحكمة مو بإسراف. أنا بخيل ولكن أتكلف السعة والكرم. وسعة بتقدير وغيرة بتحصن، أن يعني أكون غيور على عيالي، غيور على عرضي. وإن كنت أنا إنسان متهتك ولكن عرضي وناموسي لابد أن اتصنع الغيره واكون غيور على عيالي واسرتي. ايها الاحبه ايها الاصدقاء قضيه حسن الخلق قضيه ما تاتي بقرار. والله اليوم اريد اصير انا حسن الخلق، مو هالشكل. القضيه هي ممارسه وتمرين وتعود. الانسان يعود نفسه على قضايا وهذه في الواقع تحتاج الى وقت. بس هذا الوقت سيكون القرار والاراده يعني قرار الانسان واراده الانسان تساعدانه على ان هذه الخصال السليمه او الاخلاق الحسنه يتحصل عليها في فتره اقل في فتره اقل اجد ناس احنا نعرفهم كان عندهم عادات سيئه تركوها بمرور الزمن ف شهر رمضان شهر فضيل يمكن الانسان ان يمر النفس على محاسن الاخلاق ومكارمها